نتكلم عن منتخب مصر للسباحة البارالمبية لازم نتكلم عن النتائج كمان الهائلة اللي هم محققينها على كل المستويات. انت بتتكلم 6 ميداليات في بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية اللي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة، قلنا لحضراتكم من كام يوم. هنتكلم عن البطولة دي والتحديات أصلا اللي بيواجهوها واللي بتواجهها السباحة البارالمبية بشكل عام. خلينا في البداية نرحب بضيوفنا كابتن شريف حبيب المدير الفني للمنتخب الوطني للسباحة البارالمبية، وهو أهلاوي ولاعب أهلاوي وقصة كبيرة جدا، مدير فني أهلاوي سابق. صباح الهنا يا فندم. صباح اهلا بيك. ونجمتنا وبطلتنا ملك عبد الشافي صاحبه برونزيه 50 متر ظهر سباحه بارالمبيه، يعني صباح الهنا ومنورانا بجد والله. انا سعيده بيك جدا، كلنا كمصريين سعداء بالنتائج اللي احنا سمعناها اصلا في البطوله الاخيره. يعني ملك، اسمح لي بقى كابتن شريف هبدا بملك. طبعا هي البطله. ملك بصي، قبل اي حاجه الناس اكيد حابه تعرف مين ملك، مين بطله مصر للسباحه البارالمبيه، وابتدت عندك كام سنه، والقصه بقى البدايه اصلا والتحديات اللي كنت بتواجهيها. خلينا نسمع منك. انا ملك حسين، عندي 20 سنه. بدات السباحه من وانا عندي 5 سنين والحمد لله، ودخلت المنتخب من 2014، ومن ساعتها الحمد لله دلوقتي بقت 16 ميداليه دوليه وعالميه، والحمد لله كنت اول سباحه مصريه وعربيه وافريقيه تتاهل للفاينلز في طوكيو 2020 في بارالمبيكس. الحمد لله، والحمد لله صاحبه الرقم الافريقي الحمد لله. ما شاء الله بجد والله، يعني تاريخ كبير مع سن صغير نقدر نقول، يعني حاجه طبعا محترمه. طب ايه اللي دخلك السباحه اصلا؟ ايه اللي حببك فيها؟ السباحه زي ما المعروف عنها اللي هي بتبقى كعلاج طبيعي. يعني انا في الاول كنت بقى عشان مستخدمه الكرسي المتحرك، كان الاول علاج مائي، فاتقال لي ان هو الاحسن ان انا الاحسن مع العلاج الطبيعي العادي العلاج المائي. فدخلت السباحه اساسا اللي هو علاج مائي وخلاص، بس بعد كده اكتشفت ان انا اقدر اعوم. لقينا بطله بقى، اكتشفنا بطله. ما شاء الله بجد. كابتن شريف، خليني ابدا مع حضرتك برضو. حضرتك يعني ليك باع كبير جدا في الرياضه دي تحديدا، وزي ما كنت بتكلم حضرتك اهلاوي ولعبت في الاهلي ومرنت في الاهلي وغيره. خليني ابدا من هنا وبعدين اخش تحديدا على ايه اللي حبب حضرتك انك تخش هذا المجال وتهتم بالملف البارالمبي والرياضه البارالمبيه وتحديدا السباحه. هو انا في بداياتي ما بدات امرن كنت بمرن في نادي الصيد. وكان امين صندوق نادي الصيد العميد يوسف العزيز هو امين صندوق. الله يرحمه طبعا. هو امين صندوق اللجنه البارالمبيه. هو اللي صمم ان انا اشتغل معاه. انا بقالي 30 سنه بدرب المنتخب البارالمبي، سبته شويه لما سافرت الامارات ورجعت. فانا يعني هو اللي كان السبب اخش. وبعدين بقى الموضوع لطيف جدا بالنسبه لدراسه، انا خريج هندسه، الشغل معاهم ليه علاقه جدا بالبايوميكانيك والفلويد، لان هو لدرجه كل اعاقه فيهم محتاجه تكنيك مختلف شويه عشان يقدر يعمل كاستمايز مع التكنيك مع الاصابه. فحسيت انه فيها شيء بقى من الايه، الواحد بيبقى مستمتع بيمرن، غير العلاقه اللي معاهم بتبقى علاقه، يعني انا بحس ان انا ببقى سعيد معاهم جدا وانا بشتغل معاهم. حلو جدا. اكيد الفرق كمان على مدار السنوات اختلف فيها طريقه التمرين وكمان البوتنشال الموجود وغيره. يعني خليني اعرف منك برضو، يعني مالك صغيره مش كبيره طبعا، ابتدت كمان ما هياش صغيره قوي في السن، فاكيد في جاب كبير بين الوقت اللي حضرتك بدات فيه وحاليا، مع طبعا وده مترجم في النتائج اللي حصلنا عليها. هو الحقيقه المنتخب السباحه البارالمبي ده كان حصله طفره كبيره قوي لحد اولمبياد اتلانتا، وبعديها بطوله العالم في نيوزيلند، وبعدين حصل دروب شويه في المنتخب. كان هم حققوا نتائج كبيره جدا، كان عندنا ابطال عالم وسباحين جامدين احنا في اتلانتا، وخدنا ميداليتين في الاولمبياد. لكن حاليا الجيل ده هو جيل بيرجع التاريخ تاني، وهم الحقيقه متميزين جدا ومهتمين جدا. واحسن حاجه فيهم انه مولي وديكيت متعلمين كويس، يعني ملك في جامعه امريكيه، مجموعه الاولاد فهم فاهمين بيعملوا ايه واب تو ديت ومتابعين كل حاجه. فلازم المدرب يتعامل معاهم لازم يحترم عقليتهم ويحترم ان هم فاهمين كويس. النقطه دي مهمه جدا على فكره، وفكره كمان ان انت بتدرسي وناجحه طبعا في بالانس او بتوازني بين ده وده، وفي نفس الوقت بطله كبيره يعني بارالمبيه مصريه، برضو ده مش سهل يا ملك. اكيد في عدد ساعات معين لازم تتمرني فيه، وفي جدول معين لازم تلتزمي معك. كمان تتكلمي عن الاي سي او الجامعه الامريكيه، برضو من الجامعات الصعبه جدا مش سهله ابدا، فبتحتاج كمان اتندنس وحضور بشكل
بشكل كبير. فيعني خلينا نسمع منك. وانا كمان برضو هندسه انجينيرنج. واو يعني ده مش واخده مثلا حاجه ارت بتاع كمان يعني. فهو فعلا يعني انا بنبدا يومنا الساعه 5 الصبح وافضل لحد الساعه 8 ولحد الساعه 8 اليوم بيخلص. فبيبقاش فيه وقت للراحه يعني. مفيش وقت تعملي حاجه ثانيه. انت عايشه مع اهلك طبعا. البدايه بتاعتك لما كنت بتروحي علاج طبيعي وكان الموضوع قلب ان احنا لا محترفين وهنلعب بشكل يعني احترافي وبعد كده بقينا ابطال، مين اللي كان معاكي في الفتره دي؟ ماما في يعني كانت ماما بتروح توديني للتمرين، بعد كده تروح الشغل، بعد كده تجيبني تاني توديني التمرين. هي اللي كانت مسؤوله عن كل يعني. وبابا كان فين؟ انا بابا في الحادثه اللي عملت الحادثه في الخمس ساعه ما كان عندي 5 شهور، الحادثه دي حصل لي انا شلل نصفي وبابايا توفى. انا اسفه جدا، انا كنت دي اصلا الاصابه عندك كانت حادث. تمام. طيب خليني اروح مع حضرتك بقى ونتكلم عن البطوله. تعالوا بقى نتكلم عن البطوله، اللي انتوا عاملين شغل محترم جدا، والتحديات اللي كانت قبل البطوله وبعد كده في البطوله، ايه اقوى المنتخبات اللي واجهتوها؟ انا السؤال ده لملك وليك برضو كابتن شريف، والاستعدادات اللي كنت بتجهزهم ليها، وبعد كده لما فزنا بقى بست ميداليات، ده رقم مش صغير ابدا. انا هبدا بكابتن شريف يا ملك وبعد كده هاجي لك في النقطه دي. هو اول حاجه انا بالفتره الكبيره اللي اشتغلت فيها مع السباحه البارالمبيه، كان بالنسبه ان احنا نعمل حلقه من كاس العالم في مصر، ده كان حلم صعب المنال. طبعا اول حاجه ما عندناش الفاسيلتيز في حمامات السباحه ان احنا نعمل كده، ما عندناش الكوميونيكيشنز وما نقدر ناخد البطوله. فالحقيقه ده انجاز كبير جدا جدا للجنه البارالمبيه وللوزاره والقياده السياسيه ان احنا نعمل بطوله زي دي، لان هم ليهم رولز قويه جدا، لان الناس اللي بتيجي سبيشال نيدز محتاجين دخول البسين بطريقه طبعاً معينه وطلوع طبعاً. الفاسيلتي في الحمام. فان احنا نعمل بطوله وتبقى حلقه من حركه العالم، ده انجاز بالنسبه لي. كان انا بالنسبه لي انا ده انجاز كبير جدا، انا سعيد بيه ان اللجنه قدرت تحقق كده. صحيح كلنا يعني احنا فخور بكده. بالنسبه للسباحين، احنا المره دي احنا طبعا كل ما بنيجي نسافر احنا بنسافر بناء على ارقام تحليليه. احنا السباحه البارالمبيه تختلف شويه عن رياضه السبيشلز، لان في حاجه اسمها رياضه احتياجات، الرياضه السبيشال نيدز يعني سبيشال. لا في رياضه اللي هم بيقولوا عليها سبيشال اللي هم الاحتياجات، دول بياخدوهم رياضه نوع من انواع الترفيه شويه. لكن الرياضه البارالمبيه احنا لينا منافسات وارقام ولازم نحققها عشان نسافر. فلما بنيجي نسافر العدد اللي بيشاركوا قليلين، فاحنا المره دي قدرنا ندخل عدد اكبر من السباحين. احنا شاركنا مجموعه كبيره من السباحين ومن الناشئين، فده ساعدنا. فانا سعيد بكده جدا ان انا في ادينا فرصه لاولاد ثانيه صف ثاني ينزلوا البطوله. هايل جدا. مالك بقى بالنسبه لك البطوله دي كانت ازاي؟ كنت قلقانه ولا لا؟ المنتخبات اللي كنت خايفه منها خلينا نعرف. يعني كون ان البطوله كانت في مصر فدي كانت مدينا قوه يعني. يعني احنا مع في ادفانتج ما كانتش موجوده عندنا قبل كده يعني. صحيح. فكون البطوله كانت في مصر يعني كانت مساعدانا، يعني كنا اللي هو احنا اصحاب الارض يعني. يعني بص ملك على فكره لذيذه جدا والله بجد ما شاء الله يعني. يعني كنا داخلين وكنا يعني لو في قلق ان هو ان احنا يعني في ضغط علينا او توتر، لا ده مش موجود. حلو قوي. يعني في حاجات كتيره كنا عشان خاطر نسافر في ضغط بنعمل عشان خاطر نقدر نسافر بالزبط. دلوقتي خلاص دي ما بقتش موجوده. حلو. فده رقم واحد ان احنا مطمنين على ارضنا وسط اهلنا وسط جماهيرنا. حلو. فالحمد لله يعني البطوله كانت في صفنا يعني. ايوه. ولما جيتي بقى المنافسات بقى عملتي استعداد اكيد قبلها بشكل كبير جدا، اكيد كابتن شريف كان بيعدكم برضو بشكل كبير. بعد كده كان يوم بقى البطوله وكل مره كنت بتنافسي فيها، خليني اعرف منك كنت قلقانه من مين؟ يعني هي دايما يعني انا بالنسبه لي الاسبان والايطال هم اصعب ناس، بس البطوله دي يعني ويل سيريز دي دايما بنسافرها، تقريبا بنسافرها كل سنه، بيبقى يعني ممكن نجيب ميداليات في بطولات العالم بس ما نقدرش نجيب ميداليات في الويل سيريز، لان بيبقى كل الفئات الطبيه بتشارك في في في, في يعني بتحاسب النتيجه على كل الفئات الطبيه وبياخدوا احسن 3. في بطولات العالم بتحسب على الفئه الطبيه بتاعتنا احنا بس.
فالبطوله دي بيكون من صعب جدا، يعني مش بنكون داخلين اصلا مش بنفكر ان احنا ممكن نجيب ميداليات. ففكره ان احنا جبنا ميداليات في البطوله دي، فدي ده انجاز كبير احنا بعدنا قوي. بعدنا جدا. لا بجد ما شاء الله عليكم. وانا عايزه اقول حاجه واخد رايك فيها برضو كابتن شريف بصراحه، لان كلنا ملاحظينها. يعني لما بنيجي نتكلم على اولمبياد وبنتكلم على بارالمبياد، لا يعني ابطالنا البارالمبيين بيحققوا عدد يمكن اضعاف اضعاف الابطال اللي في الاولمبياد العاديه. ف مش عارفه ايه التفسير، يعني هل هم عندهم عزيمه اكبر؟ هل في استعدادات اكبر، معسكرات اكتر، اهتمام اكبر؟ يعني حاجه مش مفهومه لحد دلوقتي، لو تفسرها لنا ايه سبب ان فعلا ابطالنا على المستوى البارالمبي في كل الرياضات متفوقين جدا بهذا الشكل؟ يعني هم طبعا بيبقى عندهم اصرار اكتر وعندهم تركيز اكتر ومفرغين حياتهم لموضوع الرياضه. بس يعني انا عشان بس انا راجل محايد، لان انا بمرن دول وبمرن دول. بس احنا هنتكلم لغه الارقام، البارالمبي عامل ارقام ميداليات اعلى طبعا، يعني ده الواقع طبعا. بس هو لو بصيت على الالعاب، يعني هتلاقي في رفع الاثقال هتلاقي الحاجات، يعني احنا رفع الاثقال في البارالمبي حاجه قويه جدا. طبعا كان معانا بطلنا من يومين، يعني احنا عندنا شريف وعندنا فاطمه، دول حاجات اسطوريه يعني. فيعني السباحه احنا ان شاء الله راجعين نعمل كده. وانا شايف برضو في تطور كبير في الرياضه الاولمبيه عامه، فان شاء الله في باريس يعملوا حاجه كويسه. حلو جدا. انا عايزه بقى مالك برضو، عشان اكيد مهم ان احنا نعرف اللي جاي. انت هتخلصي جامعه تقريبا كمان سنه صح كده؟ لو عندك 20 كام هتخلصي كمان قد ايه؟ لا انا لسه اول سنه. لسه اول سنه. اوكي، عندك 4 سنين كمان لسه دراسه، مع طبعا التمرينات والتدريبات اللي انت فيها، وان شاء الله مزيد من البطولات كمان. بعد كده مالك شايفه ايه بقى؟ هتكمل تبقى في السباحه بس تحديدا، ولا عايزه بجانب ده في هدف معين عايز توصلي له؟ هل برضو ممكن نفكر مثلا في احتراف؟ يعني خليني اعرف. يعني هو الرياضه البارالمبيه عمرها طويل، بيكون صح. بيكون حد عنده 40 و50 سنه وبيكون لسه بيعوم. فاللي انا ان شاء الله بحاول اقدر اعمله، احنا لسه قدامنا كتير. اللي انا اكون طبعا السباحه هي الاولويه ومعها الدراسه يعني. فانت عايزه تكملي في المجال ده؟ كويس جدا. اكيد طبعا. حلو ده. طيب انا عايزه برضو اروح مع حضرتك كابتن شريف لنقطه مهمه جدا. الاستعدادات اللي قبل تحديدا اولمبياد باريس وبارالمبياد باريس او بارالمبيكس يعني الخاصه بباريس 2024 باذن الله، اكيد من دلوقتي، او يمكن مش من دلوقتي، من دلوقتي بنفنش الاستعدادات. هي اكيد بدات من بعد طوكيو، بتتطلب وقت، بتتطلب شق مادي كبير جدا، وبتتطلب زي ما حضرتك اضعاف كمان ما ممكن الاولمبيات العاديه وابطالنا في الاولمبيات بيبقوا محتاجين. هل ده بيتم توفيره بشكل كبير؟ هل في مشاكل لحد دلوقتي؟ هل المعسكرات دي بتبقى بس في الداخل مش في الخارج؟ هل احنا محتاجين معسكرات خارجيه؟ يعني خلينا نفهم من حضرتك الاستعدادات شكلها ايه تحديدا. هو طبعا موضوع المعسكرات ده ريليتد للحالات بتاعه الفرقه. يعني احنا حاليا فرقه السباحه اعتقد ان احنا بنعمل معسكرات مفتوحه جوه مصر كويسه، لكن احنا بنحتاج نشارك في بطولات اكتر. احنا البرنامج بتاعنا ان شاء الله احنا هنشارك في 3 بطولات قبل باريس. احنا عندنا 3 سباحين منهم ملك متاهلين لباريس، واثنين قريبين قوي. يعني مالك بشكل رسمي اوفيشلي خلاص اتاهلت بنسبه كبيره؟ هي لا، هي جابت الرقم. احنا اوكي، بس يعني فاضل الخطوه الاخيره. الخطوه الاخيره في فبراير هيبعتوا لنا الكوتا بتاعتنا، لكن هي جابت الرقم. لا يعني هي دخلت فاينل في طوكيو، فاحنا املنا فيها كبير ان شاء الله. وعندنا 2 كمان أو 3 ان شاء الله، فاحنا يعني بنخطط ان يكون عندنا. وفي الريلي بننزل ب4، فاحنا السنه اللي فاتت سوري في طوكيو رحنا سافرنا ب4، عندنا امل المره دي ان عددنا يزيد شويه ان شاء الله. وعندنا بلان ان احنا ننزل 3 بطولات، وبنعمل معسكرات مفتوحه لان هم بيحتاجوا برضو رعايه من اهاليهم شويه. طبعا شويه كتير ده الاساس. فالمعسكرات المقفوله بتبقى متعبه للاهالي اكتر من السباحين. فاحنا بنحاول. وبرده المعسكرات الكبيره دي ساعات بتبقى ليها سايد افكت صعب شويه، ان الواحد بيحب ينام في السرير وبيحب يقعد يعمل الحاجات اللي هو بيعملها في بيته. ليه كده طقوس معينه، فاحنا بنحاول ان احنا يعني نعمل بالانس بين الاثنين. وبعدين هم تمرينهم 6 فترات كفايه جدا، لان هم بيعتمد يعني واحده زي ملك هي بتعتمد على النص الفوقاني بس الدراعات. فما ينفعش نقعد يزيد باحمالنا اكتر من كده زي السباحه العاديه ب8 و9، يعني بيبقى ليها موضوع. لكن هي احنا مكملين تمرين، متمرن على طول كل يوم.
الفجر تلاقيهم كلهم جايين داخلين بيتمرنوا، يعني بوزيتيف انرجي رهيبه لو شفتيهم هم داخلين على التمرين، يعني 5 الصبح تلاقيهم داخلين كلهم عندهم كلهم حماس. خليني اروح مع حضرتك برضو لنقطه مهمه بصراحه ومرتبطه بسؤالي الاخير. مش كل الرياضيين سواء على المستوى البارالمبي او الاولمبي بيبقى عندهم نفس القدرات الماديه، هل بيتم الاعتماد على يعني خلينا نقول اللاعب ده تحديدا في بعض الامور الخاصه بالسفر او المعسكرات او غيره؟ لان طبعا بيتطلبوا بطبيعه الحال، يعني خليني اقول مثلا لو هنتكلم تحديدا على المعسكرات، انت لازم يبقى في تغذيه، لازم يكون في خبير احمال، لازم يكون في يعني جهاز فني متكامل. خلينا نقول هل ده متوفر ولا الموضوع معتمد على ان لو حد قدراته الماديه جيده هو بيقدر يجيب ده من الخارج معتمد على نفسه؟ انا شايف حضرتك بتضحك بس لا هو يعني واضح ان ده بيحصل. لا هو سؤال صعب شويه. بص انا خلينا بس عايزين نجاوب بصراحه، احنا في الرياضه، في الرياضه الحقيقه يعني الاهالي ليها عامل كبير قوي في الدعم، حتى في الدعم المادي طبعا كمان. حتى لو احنا الاتحادات او اللجنه الاولمبيه او البرميه دعمت، لازم الاهل شويه يعني مثلا احنا لو وفرنا جهاز فني وعملنا تمرين في مايوهات بقى وفي اكل، وفي لو احنا طالعين سفريه فهي لازم مامتها تطلع معاها علشان تبقى مرافق يعني، فتطلع على حسابها. فيعني برضو يعني لو مرافق من الاهالي ده طبيعي يطلع على حسابه، بس لو مرافق كحد من جهاز فني لا مهم بنطلع لا على حساب اللجنه، لا بنطلع طبعا. انا عايز اقول ايه، ان الموضوع مشاركه، يعني اللجنه البارالمبيه او حتى اللجنه الاولمبيه او حتى الاتحادات بتساهم، ولازم في شويه عبء للمايوهات غاليه جدا، مايوهات السباحه غاليه جدا. التغذيه طول السنه دكتوره التغذيه بتحط سيستم، يعني فالموضوع الاثنين مع بعض في شراكه في الموضوع ده. طيب برضو لو انا هروح مع حضرتك وفكره هنا يعني نقارن نفسنا بالخارج، لان الواحد دايما عايز يعرف هل السيستم ده عندنا احنا فقط ولا بتعاني منه برضو بعض الدول الاخرى، ولا الوضع كده اصلا في العالم كله؟ يعني هل في الدول زي اسبانيا، ملك ذكرت ان اسبانيا من الدول المتقدمه جدا في السباحه البارالمبيه، هل هم نفس السيستم ولا الوضع مختلف؟ كله نفس السيستم، مفيش حد بيدعم بنسبه 100%. العالم كله راح للسبونسر. احنا ما عندناش سبونسرز ليهم؟ لا هنا؟ بدا يبقى في عندهم سبونسر وابتدا يجي لهم. على مستوى فردي ولا على مستوى المنتخب؟ يعني هو على فردي بس لسه بنبني العلاقه، السبونسر ده علاقه لسه بيبنوا العلاقه، فهو الديل بيبقى بسيط شويه. لكن اللجنه برضو ابتدت الفكر بتاعها ابتدى يبقى فيه سبونسر. يعني هو مفروض الرياضه هو شراكه ما بين الحكومه او اللجنه او الوزاره والمجتمع اللي هو الشركات الوطنيه والاهالي، هي اساسا اللي بتصنع البطل في الاول، فهو شراكه بينهم. هو انا هتفق معاك في الشق الاخير، الاهالي لهم داعم كبير جدا وهم الاساس، ولكن ما اقدرش ان انا احط ده قوي على الاهالي، لان في اهالي زي ما كنت بقول امكانياتهم الماديه لا تسمح يعني. أيوه. وده ما يعيبهمش. لا لا ففي لا ابطال فعلا امكانياتهم. ما هو حضرتك سالتيني السؤال، اذا انا بجاوب بصراحه، لا طبعا اللجنه بتدعم، بتوفر مدربين، بتوفر مكان تدريب، بتوفر سفريات، لكن مش بشكل كامل. السبونسر مش بشكل كامل، واحنا لينا حدود للي بنعمله. والسبونسر ابتدى يدعم والاهالي بتدعم، فكله حتى في الرياضه عامه، في كل الالعاب مش في اللجنه البارالمبيه، كله بيدعم لان كله يساعد، لان دي حقيقه. لان انا مش هقدر مثلا اقول لو انا عملت ميزانيه للاولمبياد كل حاجه من المايو لللبس لكله كله كل الموضوع مش سهل قوي. يعني في حاجات كفايه ان احنا نقدر نوفر لهم بطولات، نطلعهم دعم، نوفر لهم اجهزه، في اهتمام، يعني الميزانيه بتبقى كبيره جدا فعلا. بيبقى معاهم مرافقين هناك عشان يساعدوهم في الطلوع وفي النزول وفي يعني لان انا كنت يعني استضفت برضو بطله بارالمبيه قبل كده، بس انا مش هذكر الاسم لو تسمح لي يعني، بس اليوتيوب موجود والحلقه موجوده، وهي كانت بتتكلم ان كانت بتعيني، وهي كانت محرجه، وهي حتى بتقول عشان كده مش عايزه اكرر الاسم، لكن هي كانت بتحكي ان هي كانت محرجه لان لما كانت هناك في طوكيو ما كانتش لاقيه حد يساعدها ان هي تقعد على الجهاز، عشان يعني بتقول لي احنا ما كانش عندنا حد اصلا في البعثه بتاعتنا، جاي حد من بره علشان يساعدني. فساعتها كان في علامه استفهام كبيره جدا انا وكريم وقتها، قلنا لها ازاي يعني، هل البعثه بتسافر بتاعتنا في نواقص معينه في كوادر كمان المفروض تكون مهمه في الجهاز الفني؟ يعني هو الرياضه البارالمبيه بتدي فيه لكل اعاقه
بتدي ليها، بتسمح لها بالسبورتر او الهيلبر اللي بيساعدها. احنا عندنا في السباحه في سباحين بيبقوا محتاجين واحد بس ينزل معاهم على الستارت، في اتنين على حسب درجه الاعاقه عشان يشيلوا ويحطوا، ودول بيسافروا بقى مع البعثه. المفروض ان احنا بنسافر، بس طبعا احنا السفريات بتاعتنا العدد اللي بيتأهلوا زي ما قلت لحضرتك في الاول هو 3 4، بيطلع معاهم 3 مدربين، وبعدين هم كمان الاهالي بيبقوا طالعين بيرعوهم في الاوضه، في الاوضه في الاوتيل. فاحنا يعني بنحاول نمانج كله مع بعض يعني. المهم ان النتائج رائعه والمشوار لحد دلوقتي ناجح جدا، ونتمنى مزيد من التالق. وهرجع اقول لك يا ملك تاني، انت منورانا دلوقتي، لكن بجد بعد ان شاء الله باريس 2024 انا منتظره ومتوقعه جدا ان انت هتكوني جايه وبنستضيفك وانت حاصله على ميداليه. يا رب. فحطي الهدف ده في دماغك لانك هتقدري. انا شايفه شخصيه على فكره يعني، سيبك من هي لطيفه جدا وكده، بس في طموح وانت في نفس الوقت لا يعني مش بطله بالصدفه انت يعني، وان كانت بداتي بالصدفه لكن انت عملتي مشوار برضو كبير جدا، حتى رغم زي ما كنت بقول في بدايه الفقره صغر سنك يعني. فباذن الله ربنا يوفقك. بس قبل ما نختم برضو عايزه اسمع منك، حابه تقولي بقى للناس ايه، وعايزه حابه تقولي للناس اللي هي او لبعض العائلات اللي عندها يمكن برضو بعض الاطفال او بعض الكوادر الموجوده اللي بيبقوا بيعانوا يمكن من حاجه مشابهه وشايفين ان الحياه وقفت، يعني من واقع بقى تجربتك، وانت دلوقتي اللي سمعناه منك انت مريتي بحاجه على فكره مش سهله ابدا، حاجه فعلا صعبه وحاجه فعلا مؤلمه، لكن قدرتي تخرجي منها وتبقي بطله وبدعم طبعا. وهرجع اقول تاني تحيه كبيره جدا، اكيد هي بتتفرج علينا لوالدتك يعني، شخصيه محترمه وام فعلا لو اتقال مثاليه يعني، يا ربنا يفرحك بملك فعلا كمان وكمان يعني. خلينا نسمع منك وتبقى زي رساله بتوجهيها. انا الحياه يعني الحياه ما بتقفش، الله يعني هي حصل كده الحياه مش هتقف للاسف يعني. فانت فلازم يعني حتى لو لو يعني في سلالم، معلش هننزل هنستخدم اي وسيله، في اسانسيرات برضه، في 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 يعني دايما ممكن ننط بقى لو ما من بلكونه لو ما فيش حاجه يعني هنلاقي سلم وهننزل كده كده. مع كل ده في دواء يعني، حتى لو لو شايفين ان دي اخر الحياه، مش ما بتكونش اخر الحياه، فلازم بنشوف طريقه ثانيه اللي هو نتصرف بيها ونكمل بيها الحياه. الله عليك والله يا ملك، بجد جميلة جميلة ما شاء الله، بجد ربنا يوفقك. وأنا بشوف بعض الضيوف، بيجي لي ضيوف كتير جدا، في منهم الناس اللي فعلا الواحد بيبقى شايف فيهم يعني لسه إنجازات كبيرة، وأنا أتوقع لك نجاح كبير جدا، ربنا يوفقك بإذن الله. شكرا جدا. أشكرك يا ملك جدا، أشكرك كابتن شريف، وهرجع أقول تاني مجهود محترم جدا، وقصة إن حضرتك مهتم برضو بالملف ده، ده شيء أكيد يحسب ليك على صعيد طبعا يعني الصعيد الشخصي، وفي نفس الوقت على المجهود حق بتقدمه للمنتخب واسم مصر اكيد لما يترفع في اي محفل دولي ده اكيد بيسعدنا كلنا. انا بشكرك وسعيد ان في قناه الاهلي البيت الكبير بتاعنا كلنا. طبعا. وطبعا انا الفرقه دي وملك والسباحين دول انا ببقى سعيد وانا معاهم جدا جدا جدا، ان هم صوره مشرفه للرياضي. وبعدين السباحه بالنسبه للسبيشال نيدز ده المجال اللي بيحسوا بيه بحريتهم في المياه، فانا بدعو كل الناس ان هم يلعبوا سباحه. وزي ما ملك قالت يمكن هختم حضراتكم، الحياه ما بتوقفش دي حقيقة. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.